بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم المبارك نفتتح درسنا بسورة جديدة، هي سورة المؤمنون، بعد أن انتهينا وبعد أن تدارسنا سويا فيما يقرب من 20 حلقة بالنسبة لسورة الحج. واليوم إن شاء الله نبدأ في سورة جديدة هي سورة المؤمنون، التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآيات، وسورة المؤمنون من السور المكية الخالصة، أي من السور التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذه معنى من السور المكية الخالصة، يعني كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. عدد آيات هذه السورة الكريمة، عدد آياتها 118 آية، يعني 18 آية زائد 100، 118 آية. بعد سورة الأنبياء، عندما نقرأها نقرأ هذه السورة الكريمة نراها في مطلعها كما سمعنا تذكر صفات المؤمنين، نراها بعد ذلك تتحدث عن مراحل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نراها بعد ذلك تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن مظاهر قدرة الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وعن مظاهر نعم الله على عباده. ثم بعد ذلك تتحدث فيما يقرب من 30 آية
عن قصة سيدنا نوح مع قومه، وعن قصة سيدنا هود مع قومه، وعن قصة بعض الرسل مع أقوامهم، ثم تتحدث بعد ذلك عن إقامة الأدلة على وحدانية الله عز وجل. إقامة الأدلة على وحدانية الله عز وجل شأن القرآن المكي، يعني الذي نزل قبل الهجرة 13 سنة قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله، يقيم لهم الأدلة على أن القرآن من عند الله، يحدثهم عن أن يوم القيامة حق، ويأتي بالأدلة المتنوعة والمتعددة على أن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. ويكرر القرآن الأدلة على وحدانية الله عز وجل، الأدلة الواضحة، الأدلة التي يلمسها كل عاقل، الأدلة المتنوعة والمتعددة والتي لا يستطيع أن ينكرها عاقل، لأنها أدلة واضحة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. أدلة متعددة، ثم تسوق السورة الكريمة في أواخرها مقارنة بين حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هكذا نجد سورة المؤمنون تطوف بالإنسان، تطوف بالإنسان في ملكوت الله، فتفتتح بصفات المؤمنين الصادقين، وتبين ما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الصادقين. تفتتح بقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. كم صفة يا أخوانا؟ ست صفات، ست صفات. هذه الصفات أمهات مكارم الأخلاق،
أمهات مكارم الأخلاق. من تحلى بهذه الصفات ما جزاؤه؟ انظر إلى التسلسل القرآني، يأتي لك بالصفات، يأتي لك بالمناقب، ثم يقول لك ما جزاء هؤلاء، ما ثوابهم، ما ثواب من صفاتهم تلك؟ يأتي الجواب: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذه الآيات الكريمة التي افتتحت بها سورة المؤمنون نجد أحاديث متعددة وردت في فضل هذه الآيات الكريمة وفي فضل سورة المؤمنون بصفة عامة. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل. واضح هذا الكلام؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن سيدنا جبريل، المراد بالوحي مين؟ سيدنا جبريل. والحديث عن نزول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن حديث طويل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالرسول كان لشوقه إلى القرآن الكريم ولحبه للقرآن الكريم ينزل عليه سيدنا جبريل ليقرأ عليه القرآن، والرسول يستمع ويردد من خلفه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالرسول أحيانا الرسول لشدة حبه للقرآن أحيانا يسبق سيدنا جبريل، أو قبل أن سيدنا جبريل ينتهي يقرأ. فنزلت الآيات الكريمة التي في سورة القيامة: لا تحرك، يعني بقراءة القرآن، لسانك لتعجل به، لتعجل في لتسرع بالقراءة فتسبق مين؟ سيدنا جبريل. إن علينا جمعه القرآن وقرآنه، جمعه في قلبك وقرآنه أي وقراءته عليك. واضح؟ يعني معنى إن علينا جمعه، الضمير في جمعه يعود إلى إيه؟ إلى القرآن الكريم. وقرآنه بمعنى وقراءته، وقراءته، فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه عليك عبدنا وأمين وحينا جبريل فاتبع قرآنه. ما معنى فاتبع قرآنه؟ يعني فاتبع قراءته، فاتبع قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه. إذا خفي عليك شيء فنحن سنوحي، سينزل الوحي ليشرح لك ما خفي عليك. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إلى نزول سيدنا جبريل ويقول له: يا أخي يا جبريل، لما أطلت المدة علي؟ أنا أريد أن تنزل وتعطيني من العلم الرباني. فينزل القرآن الكريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سيدنا يقول له: يا محمد
أنا ما بننزلش بمزاجي، ده الله عز وجل هو الذي يأمرني. إذا أمرني بالنزول بالوحي عليك نزل، إذا لم يأمرني لا أستطيع أن أنزل عليه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لنزول القرآن، ويحب أن يسمع القرآن، ويبلغه لأصحابه دون زيادة أو نقص. ومع أن نزول سيدنا جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد، مش مر عليكم في الحديث النبوي الشريف في أوائل الحديث عن الوحي ونزول الوحي على، كان صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية الشديدة البرودة عندما ينزل عليه الوحي يتصبب عرقا. فسيدنا عمر يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل، نسمع ما يشبه الأصوات، نعرف بأن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه جبريل يوما على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمكثنا ساعة، مكثوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم فترة وعرفوا أن الرسول ينزل عليه الوحي. فسري عن، يعني بعد أن انتهى سيدنا جبريل من قراءة ما أمره الله بقراءته على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد حيث أمره الله عز وجل وهو أعلم، بعد ذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، استقبل القبلة فرفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله علي 10 آيات، لقد أنزل الله علي 10 آيات من أقامهن، يعني من عمل بهن دخل الجنة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي في مطلع سورة المؤمنون، 10 آيات اللي احنا قرأناهم، قد أفلح المؤمنون، افتتحت سورة المؤمنون بهذا الافتتاح. قد بنسميها ايه يا اخوانا؟ حرف تحقيق. عندما تدخل حرف قد على الجملة الفعلية وفعل المضارع قد أفلح المؤمنون، يبقى هنا هذا التركيب يدل على اي شيء؟ على التحقيق والتأكيد، قد أفلح المؤمنون. طب من هم هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا؟ ومعنى قد أفلح المؤمنون يعني قد فاز المؤمنون الصادقون برضا الله عز وجل. الفلاح معناه إيه؟ الظفر والنجاح. تقول أفلح الطالب في دراسته، ما معنى أفلح الطالب في دراسته؟ يعني نجح الطالب في دراسته. أفلح الطالب في امتحانه، ما معنى أفلح الطالب في امتحانه؟ يعني نجح وفاز وتقدم وكان من الأوائل. أدي معنى أفلح من الفلاح، دي معنى الظفر بالمطلوب. أفلح الشخص في الحصول على حاجته، يعني ما معنى ذلك؟ يعني
استطاع أن يحصل على ما يريده وبنجاح وبفوز من الله عز وجل. هذه معنى قد أفلح المؤمنون. ولذلك قال المفسرون: والفلاح الظفر بالمراد، الظفر بالمأمول، أنت تتمنى أن تنجح فيأتيك النجاح، ده يبقى معناه إيه؟ الفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني ومن يستطع أن يتغلب على هواه وعلى شهواته وعلى البخل فيكون إنسانا سخيا بالعلم وسخيا بأن يعطي ما أعطاه الله لغيره في حدود استطاعته وفي حدود قدرته، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتجد تكرر لفظ الفلاح في القرآن الكريم عشرات المرات. فالفلاح معناه الظفر بالمراد وإدراك المأمول من الخير ومن البر مع البقاء فيه. هذا الفرق. يبقى الفلاح معناه الظفر بالمطلوب مع إيه؟ مع البقاء. يعني مش هو نجح النهاردة وهيرجع بكرة يرسب، لا، ده معناه النجاح الدائم. هذه معنى الفلاح، النجاح الدائم فيما يبتغيه الإنسان، النجاح الدائم في طلب الرزق، النجاح الدائم في أداء الصلاة، النجاح الدائم في أداء الزكاة، النجاح الدائم في كل الفضائل. هذه معنى قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الصفات لهؤلاء المؤمنين، كأن سائلا سأل وقال: يا رب يا رب، قد أخبرتنا بأن المؤمنين قد ظفروا بالفلاح وبالنجاح وبالسداد وبالتوفيق وبكل الخير، فما هي صفاتهم؟ ما هي صفاته؟ فذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الصفات. الصفة الأولى: أفلح المؤمنون الذين أول صفة من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون. طب ما معنى الخشوع يا أخوانا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معناه السكون والطمأنينة، ومعناه شرعا خشية في القلب من الله، خشية في القلب من الله تظهر آثارها على الجوارح. تظهر آثار هذه الخشية على إيه؟ تراه وهو واقف يؤدي الصلاة بين يدي الله يبقى مركز وهادئ وخاشع وخاشع، والدنيا من حوله هو في إعراض عنها. أدي معنى الخشوع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالخشوع معناه السكون والطمأنينة وخشية القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهو قائم للصلاة يبقى لا يشغله عن الصلاة أي إيه؟ أي شاغل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هي مظاهر هذا الخشوع؟ الجواب: أن ينظر المصلي وهو يصلي مثلا وهو واقف إلى موضع إيه؟ إلى موضع سجوده، أو ده دليل على الخشوع. واقف يصلي فعيناه في ينظر إلى موضع سجوده. ولذلك قال العلماء: ومن مظاهر الخشوع في الصلاة أن ينظر المصلي وهو قائم إلى موضع سجوده، وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة، وأن يترك كل ما من شأنه
أن يخل بخشوعها كالعبث بالثياب، كالعبث بوجهه، كأي شيء يخالف الخشوع يتركه الإنسان، كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده، فقد أبصر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، هو في الصلاة بيعبث بلحيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. كان بيعبس أو بيضع إيده على شيء من جسده أو يتحرك، لا، قال فالأدي معنى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ساكنون مطمئنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الخاشعين، أن يجعلنا جميعا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.